خوتي العزاز، ان شاء الله تكونوا في صحه جيده. نديروا فيها فيديو خفافي عند صديقي اوتوبيكا 69، نشوفوا اسعار الخريطات واش راهم يقولوا، وربي يبارك فيكم ان شاء الله. العزاز، قبل ما نبداو لا فيديو تاعنا، فضلا وليس امرا لايك لا فيديو درك، حين حاضر حين حاضر اكليكي لايك قبل ما تبدا تشوف اسعار السيارات هنا في مدينه ليون. اما بالنسبه للناس اللي انتريسي بكاش سياره من هذون، انا هذا الانسان بكل صراحه تعاملت معه انسان نصح، والمساعده يساعد وتتصل به ديريكت. انا ما عندكش كاع في واش تحتاجني ولا في واش نعرق لك، راح نحط لك لي زانفورماسيون تاع الكراج وربي يسهل للجميع ان شاء الله. بور لي جان كونديكتور، هذو اللي يبداو السوقه جديده هنايا باش يحوس عليك السياره اللي يمشي فيها وما تعبوش، ساتروان سي ان لاباس بها. السياره هذه ماشيه 92000 2014، 7000 اورو، 7000 اورو اللي هي حوالي 150 مليون جزيريه هكذاك. رونو موديوس، هناك الموديوس هذه ان دو تي سي ايسون 16 فالف، ماشيه 71000 2010، 6490 اورو. نكونوا شويه خفاف على خاطر عنده سيارات، بسم الله ما شاء الله عنده بزاف سيارات، لازم نكونوا خفاف. فابيا فيها موتور ان سي تي دي، السياره ماشيه 158000، حاطها ب 5500 اورو. بولو، البولو هذه فيها لي جونتون الياج، السياره ماشيه 235000، ان سي تي دي سبورت لاين، 5000 اورو. 5000 اورو خاوتي العزاز اللي هي حوالي 71 مليون جزائريه. مسخره بولو كيما هذه، تعرف بعيد الشر لو كان تروح للبلاد، بولو كيما هذه او مينيموم يقول لك واحد 150 مليون جزائريه او مينيموم. نتحداك بها هذه، نتحداك يقول لك واحد 150 140 على الاقل. 206 بلس هذه 5400 اورو، ان كات ايسونس 75 شوفو ماشيه 93000. عباك السياره هنا في فرنسا كي تكون مش ماشيه تستاهل، تلقاها زايدة على خوتها ولا على الناظرة تاعها في البنك ويتروب واحد 1000 اورو ولا، بصح نتحداك انها تستاهل، ماكش راح تتعب. لي موتور القدم اللي في السيارات القدم سيرتو رونو بيجو خاوتي ناجحين صراحة، ولا بولو ولا الموتورات الاولين جايتين كانوا يديروا كرو موتور في سيارة هكذاك صغيرة، اغلب المحركات ناجحين، ماهمش كيما الموتورات اللي يديروا فيهم اليوم. كون تشوف بيجو اليوم راهي تخدم في هذاك الان دو بورتاك، لا علاقة. كليو 3، كليو 3 ب 4700 اورو، ان 5 دي سي 75 شوفو. هذه كليو 4 من هي شحال راح لها؟ 7400 اورو، ان 5 دي سي ماشيه 168000، 2019 7500 اورو اللي هي حوالي 160 مليون جزائريه هكذاك. زيد كاين رونو ميغان هنا، البولو هذه اللي فاكتور تاعها من النهار اللي خرجت من لا ميزون باينه، 2006 ماشيه 200000، فيها موتور تي دي 4490 اورو. بولو هايله هذه رونو ميغان، راتشل ميغان شحال دير هنا في فرنسا خويا العزيز، نقيه بسم الله ما شاء الله. السياره هذه فيها موتور ان 5 دي سي ماشيه 174000، 2011 نوفمبر 5790 اورو. اي يجيب سيارات نقيين، تعاملت معاه من وفات، كي يجيب سيارات يجيب سيارات ميم الانتيريور تاعهم شغل نقيين نقيين. وحده كيما هذه على بالك باش تروح للخدمه وتجي من الخدمه، ما تبداش تبكي لي هنايا في لي كومونتير تقول لي غاليين ما غاليين، وانت تخلص في 2000 اورو للشهر. راني نهضر على الناس المينابل، اذا كان انت تشوف في اسعار كيما هكذاك غاليين بالنسبه لك، الصالير تاعك لك تدي فيه ثاني راهو بزاف. لازم ديما دير عبك بلي سياره كيما هذه الله يحفظ ويستر في البلاد، باش يشري وحده كيما هذه تاع 7000 اورو ولا 8000 اورو، راهي تقدر تقول من الاحلام. 2008 ان 6 اتش دي ماشيه 160000، 2015 9000 اورو، 8990 اورو.
اللي هي حوالي قريب 220 مليون جزائريه ولا 210 ملايين. بولو واحده اخرى، البولو هذه ان 6 دي ماشيه 150 الف 2012 7300 اورو قريب واحد 160 مليون جزائريه. 308 بيجو 308 السيارة هاي من ماشية 220 ألف بربعة آلاف أورو. أنسيس أج دي 8000 4000 أورو اللي هي واحد 100 مليون جزائرية. زاد واش راه كاين من هي عنده سيارات ربي يبارك ما شاء الله. نكونوا شوية خفاف باش نعطيكم لي زانفورماسيون تاع الكراج والأدريس تاعو اللي أنتيريسي يتصل به. هذا واحد من التوان اللي يبيعوا السيارات المستعملة هنا في فرنسا، والكراج تاعو راه الله يبارك ما شاء الله راك تشوفه بعينك. ها كراج بيجو 308 السيارة هذه ماشية 164 ألف 2019 نوفمبر 9200 أورو. بسم الله ما شاء الله. ها عندك الرونو ميغان، رونو ميغان 9490 أورو ماشية 166 ألف 2016 نوفمبر. من هي تقدر تقول حاط السيارات العائلية والشبه عائلية كبار لا سي او في. عندك رونو سينيك، هذا سينيك هذا مختلف على اللي مولف نشوفه. ما انا حسيته كلي فيه نوع من الكات كات هاك ولا مانيش فاهمنا. رونو سينيك اكس مود لا 130 شوفوا هذه الحاجة الأولى 2013 ماشي 158 ألف ديزل 7490 أورو. عجبني الشكل تاعو. او ستيب واي، شحال دير ستيب واي هنا في فرنسا؟ هاي ليك ستيب واي خويا العزيز ان 5 دي سي ماشيه 145 الف 2017 8490 اورو. 8490 اورو ما فاتتش 200 مليون جزائريه. نيسان كاشكاي، نيسان كاشكاي محركاته كاع رونو. ان 5 دي سي لا 110 2016 ماشية 158 ألف 12000 أورو. وكاين سيارات خوتي العزاز، كاين هاوليك ديستر 7200 أورو. راح نوريكم واش راح كاين سيارات ونعطيكم لي زانفورماسيون تاع الكراج. إذا شفت حاجة عجباتك اتصل به ديريكت قول له ودي راني شفت باللي عندك السيارة الفلانية، إذا تقدر تعطيني المعلومات الكاملة عليها. هاوليك أوتو بيكا 69 ميم لو كان ديرها في الماب صراحة راح يجيبك ديريكت هنايا. النيميرو تاعو هاو كاين، اوقات العمل تاعو هاو دايرهم. واش راح نقول لكم العزاز، كونغو 6200 اورو، كليو كات 9400 اورو 2017 ماشي 130000. زيد بيجو 308 سينيك 6700 اورو هذا البيجو 308. او 5008 سيارة عائلية، 5008 هذه ان 6 اتش دي 2013 7000 اورو. هاي سينيك ثاني بسم الله ما شاء الله ماشية 138 الف 2012 السيارة حاطها ب 7000 اورو. زيد واش راح كاين بالجاري من هي؟ هم كاينين شويه مشتريه مانيش حاب نحكمهم باش ما ندخلش في قيلوقة البرك، نيفيتي شويه المشاكل خوتي العزاز. هاي مقفوله 5490 اورو هذا الطوران ماشي 200 الف 2009 موتور ان اف تي دي. يا الله يا الله سيكات بيكاسو، هذا سيكات بيكاسو 5000 اورو ماشي 200 الف. كليو 4700 اورو ماشيه 111000. كليو كات خاوتي العزاز كانت هذه لا فيديو تاعنا نهار اليوم، فضلا وليس امرا ربي يبارك فيكم ان شاء الله. ما تتفاعل مع لا فيديو اكليكي لايك وبارطاجي لا فيديو هذه ربي يبارك فيك. واذا كان حاب تعرف اسعار بعض السيارات ولا ديزاستوس كيفاش تشري ومنين تشري واش لازم تقلب اي حاجه كانت يا خويا ما يكون لخ خاطرك، اكتب في التعليقات الشيء اللي راك حاب تعرفه فيما يخص السيارات هنا في اوروبا، وان شاء الله نكونوا اذانا ساغيه ندير لكم فيديو على حساب الطلب تاعكم ان شاء الله. هم كاين ثاني جارو هذا اللي منا عنده خريدات ربي يبارك ثاني
نوريكم ابي بري واش راه كاين. هاي لك ديسونسيس كليو الفا روميو سينيك، كاينين خريدات، كاينين خريدات ربي يبارك. موديش هذه نقي الله يبارك. كان هذا لا فيديو تاعنا نهار اليوم خوتي العزاز، نتلاقاو في فيديوهات اخرى ان شاء الله. خليكم على خير وربي يجيب التسهيل للجميع ان شاء الله. سلام.